عبر الهاتف تنضم لنا منسقة مشروع كي اي بي السيدة زينب حيدلي. استاذة زينب مساء الخير، اهلا بك معنا. الحملة حملة مش بسيطة، لاقت طبعا رواج على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اذا ما صح التعبير كان هناك اقبال حتى ربما من مختلف شرائح المجتمع على هذه الحملة، لكن على اي اساس تم انشاء هذه الحملة؟ على ماذا اعتمدت والهدف الرئيسي من ورائها؟ هي هيدي الحملة ممكن قلت من ضمن مشروع كي اي بي بالجامعة الأمريكية ببيروت بالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون أو، وهو الهدف كان إنه تحريك الرأي العام حول موضوع التحرش الجنسي، لأنه هلا في قانون طرح من قبل وزارة الدولة للشؤون المرأة ونطر تصويت بمجلس النواب، وهو قانون بجرم التحرش الجنسي بالأماكن العامة وبأماكن العمل. نعم، فنحن شفنا انه هذا الوقت مناسب لحتى نطلق هذه الحمله ونحط ضغط على مجلس النواب لحتى يمر هذا القانون. نعم. طيب سيدة زينة، التحرش هو ليس في لبنان فقط، اذا ما تحدثنا حتى على المستوى العربي او ما وسعنا الموضوع حتى الى المستوى العالمي، نسب كبيره. من خلال بحوثكم وعن الموضوع، هل لديكم اي معلومات بالنسب او بشكل ربما عام عن معلومات انتشار هذه الظاهرة في العالم؟ هو مزبوط، هي ما أنا مشكلة بس بلبنان، مشكلة وين ما كان، بس بلبنان يعني في عنا مشكلة إنه هو الموضوع ما بيعتبر جدي أو بيعتبر إنه بسيط أو ما في مفهوم موحد للتحرش الجنسي، ونحن عنا ما في أرقام محددة لحالات التحرش لانه ما في مفهوم موحد ولانه ما في اليات لحتى تجرم هذا الموضوع، فما في حدا بيروح بيقدم شكوى عن حاله تحرش جنسي، واذا يعني صار في تقديم شكوى ما في اجراءات معينه يعني ثابته معقول تتخذ. سيده زينب، يعني اذا ما من خلال تركيزكم وعملكم على هذه الحمله واستنادا ربما حتى المعلومات التي جمعتموها، أين يقع ربما، على من يقع اللوم؟ هل على يعني على المجتمع، على وعي الفتيات، على وعي المرأة، أم على حتى المرأة المتحرش بها والتي تلتزم الصمت وربما لا تستطيع البوح بما جرى لها، خوفا من تقاليد، خوفا من المجتمع، خوفا من المحيط، أو خوفا من المتحرش بنفسه؟ مضبوط. هلا ما فينا نقول انه ما فينا نحط اللوم على حدا معين، لانه هو موضوع اكثر متعلق بالثقافه وبمفهومنا لموضوع التحرش الجنسي وبعلاقات القوه الموجوده بالمجتمع، فاكيد ما فينا نلوم المرأة اذا هي ما بتحكي او اذا هي ما يعني ما بتخبر لما حدا يتحرش فيها، ولازم نزيد الوعي حول موضوع التحرش الجنسي وشو يعني تحرش جنسي وليش هو موضوع مش مقبول ومنه بسيط. طيب برأيكم أين يعني من أين يجب البدء لإيجاد حل؟ هلا نحن يعني من خلال حملة مش بسيطة كنا عم نشتغل على الناحية الاجتماعية للموضوع وإنه نزيد الوعي على حول هذا الموضوع، وفي القانون أكيد، واكيد انه بس اذا اقر القانون يعني ما بيكفي، لانه يعني من بعد ما يقر القانون لازم يكون في اليه لتطبيق القانون، فاكيد في شغل كثير حول هذا الموضوع كمان. اشكرك على هذه المداخله زينب حيدلي منسقه مشروع كي اي بي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.